الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، والحمد لله على كل حال. وعين كل جري سكدي لوضع العقود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الذهب فنسابه 20 مثقالا. ذهب كايسك نساب كيسو يا قدر كوغو سي وكسكوبا ولباتن مثقال. مثقال كروى معناه دينار ويو ولباتن دينار وخالصا. والمثقال مثقال كنا 24 قيراطا وافر يلا باتن قيراط. قيراط كنا وحوي وغرداديع ذي وصيلة هاون. مثقال كو اما دينار كو سيله هاوي. ويا النبي صلى الله عليه وسلم: واكيلا كنت ارعى الغنم على قراريط لاهل المكه. وعن نقول راعي جري اريا قراريط معناها قيبا اما قرداديع كمدا ان دراهيم تيد نانيرتا يا نقول راعي جري رير مكه. مركا قيراطا وحوي وقرداديع ذا يد رريدا. وعن تلمامي يا حديث يا أبو داود يا ورينيان نبي صلى الله عليه وسلم: وليس عليك شيء وحكورك أغموهان حتى يكون لك 20 دينارا إلا لباتن دينار كوسقنا هذان. فإذا كانت لك 20 دينارا مركي لباتن دينار كوسقنا هذان وحال عليها الحول السنة كنوسو وريقو ففيها نصف دينار. دينار نسكي أي القلي. ونصاب الفضة فضضة يا سيلفر ك نساب كيس يا قدر كيس اي سيكويس كنا قطانا 100 درهم اسلامي ولا بقول او درهم كي اسلام كا او فضة خالصة فضة يا سيلفر خالصة ولا بقول او درهم او اسلامية وين نقطة لانه ايد الجاهلية حق اسلام كويس خلافي شرتي dirhamku isaga dinaarku ama dahabku isagu xaqii jahiliyadda iyo xaqii islaamka isku khilaafino sadaradeed baan islaamiyin isaga loogu qeydin. laakiin fidada waxay ugu qeydayaan ay leeyin dirhamin islaamiyin ayada markaa wuxoogay jahiliyadda iyo islaamka ay isku khilaafsadaan. fidatan khalisatan awliya fidaya silver khalisaho tii maqshuushada ahayd ee waxa kale lagu daray ayaa yarkiga ixtiraasaya. وعن تاودر الى حديث امام البخاري ومسلم ورينيان نبي صلى الله عليه وسلم: وحري ليس فيما دون 5 اواق صدقه. وحي شوق يضوت كهوسيا صدقه لغو ملي وقيضا فضاء. وعن امام النووي ولي يا اهل الحديث يا فقه يا ائمه اللقض ووحي كويش معين انا وقيض الشرعي هيدا فرتن درهم او قيضي حجازه marka 5 wiqiyado 5 meelood min 4 200 dirham ayun bay marka noqonaysa. wa dirhamul islamiyyu dirham ka islamiyana 17 qiratan wa 17 qirat illa 5 qiratin qirat 5 meelood loo qaybiyay meeshii mooyaane 17 qirat ayu marka halkii dirham ee islaamiyina isaguna noqonaya. سيدنا تلمانينا ونساب كيل لعقتها ولا بعم لذوذ وحل جات شيء والنبي صلى الله عليه وسلم وكوك على قدري إلا واحد اللي حل جا قل هذا عربته ما يلهين عمله وقارا لبذا لعج يو أيوم بات شيء في ضد إيو ذهب كاه دينار كي يدرهم كاها أو فرس يروم كي من شيء وحنا يا هاين لبذا يسكو مد بي هاينو هل كي دينار ما هل كي مثقال 10 dirham ayaa marka lagu sarifi jiro 200 dirham iyo 20 dinar isku qiimo ayay ahaayeen. marka min nisaabkii lacagta markuu tilmaamayo inuu 2 cumladood ee jiray ayuunbuu ku tilmaamay. waxaan inuu tilmaanay maanta 2 inay meesha ka maqan yihiin laakiin lacag ayaa ugaan la isticmaalo ayuunbaa halkoodii taagan. waxaana intaa kadib nisaabka fidadu hoos u dhac baa ku yimi
markii dambe halkii dinaar 20 lagu sarifo ila 30 ila wax ka sii sareeyo marka hoos u dhac baa ku yimi fidadii aad iyo laxaad uu daran oo hooseeya saadradii culimadu waxay leeyihiin maanta lacag marka la sakeynayo waxa lagu sakeynayaa waxa weeye waa xagga dahabka oo isagu halkii si fadhiya oo nisaabiyadii kale la socda taana waxaynu tilmaanay dirhamkii islaamiga ah ee ugu dambeeyay ee la helay xilligii Cabdimalik ibn Marwan inuu ahaa oo noqday miisaankiisa 4 gram iyo 25 riigo intaa marka 20 misqaal ama 20 dinaar lagu dhuftana 85 may noqonaysaa marka dahab marka la sikeynayo waa 85 gram lacag marka la sikeynayo ama ganacsina waa marka ay gaadho 85 gram qiimaheeda walaa tajibu zakatu zakatu ma waajibayso fi dhalika ka dahabka iyo fidada حتى يحول عليه عليه الحول الى سند سو وريغو وزكاتنا ربع العشر زكاتي سنه ربع العشر ويشترط وحنا الله شرط ان لا يكون حليا مباحا حلي مباح ان ان اهين ايا شرط يا وعوالق شيخ ينوغ تلماميا ذهب كان يفضضا لعقت امرك لزكين يوم وحا لو شرطيو وحا امرك انو شيغي لبا شرطي ووعري ولا تجب الزكاة في ذلك ذهب كأي فضل أكيد ما واجب تزكو حتى يحول عليه الحول إلا حول لما يصير أنه سند قمريه الله بي الطوان بلاضي إلا يسو وريقان وإنين كان مزكي يزكيني ولملكي يسكو جران لأنه حديث جاء نهران وصوت المعنى إن يعمل ولي ذكاء لبا وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إن أن حول الزكاة لغورة هين إلا سندو سووريغو قاران سندو سووريغن وإن أركي دون إن شاء الله تعالى هذا مقدار كيبو إن أشيغو وزكاتونا ربع العشر وربع العشر ربع العشر وحوهي إنتا طبانو قيبي صو إن هذا ماشي طبنات هذا فروسي قيبي صو هذا مركا اللبادي بقول طبانو قيبي صو صو لباتن ماها لباتيكي أدادو فرقيبي سر واشن oo 200 dirham inta ayada waa shan hadii aad markaa 20kii een dinar ama misqaal hadaa 10 u qaybiso de waa laba labadii hadada far u qaybisana waa nisfu dinar bay markaa ayuu noqonaya nisfu dinar ayuu sawna markaa noqonaya hadii aad inta taa xisaabta dheer ka gudubto hadii aad 4 u qaybiso halkii aad tabar uga qaybin lahayd haddana 4 uga sii qaybin lahayd haddii gaabsato 4 uga qaybis 4tan uga qaybisana waa islaamiduun hadii aad xagga kale ka wareegtood 2 iyo bar ku dhufatana oo percentage qabatana ayaduna sida lamida weeyaan intaas umay 3 dariiqo ku soo baxayaanun way shuraad waxa la shardiya an la yakuna huliyan mubahan huli iyo qaba dahab kan ama fidana dumar ku isku qurxiyaan eqaabka ay isugu qurxiyaan loo sameeyay inaanu ahayn laana waxay leeyeen mar hadii xullida dumarka u yahay walaw yaanay xidhan inoo haba u yaale mar hadii hadana ay u sameeyseen qaabka xullida ay isugu qurxiyaan oo xidhasho marka ay u sameeyseen isagana zakat lagu maray laana isticmaal mubaaxa ayaa iyo isticmaal iyo adeegsi mubaaxa ayaa loo adeegsaday oo loo diyaariyay nicmoolaydii iyo xoolihii shaqeynaya ee lagu shaqeysanayo oo kale ayuu markaa shabahaya oo la mid doqoraya waana masala ay isku waaqsi ay ku tageen jumhuurul culamaa hanafiyada iyo quliyo mucaasiriina baa ku tagay iyaga xullida in la zakeynayo laakiin jumhuurul culamaa inaanu zakeyn lahayn ayay ku tageen hadaa waxaynu xulli mubaaxa xullida aan mubaaxa ahayn waa tii ee la zakeynaya waxaan waa tacayn ahanteed iyo la fahanteeda loo xaarantinimeeyay imika hadii weel dahab iyo fidda laga sameeyso ayagu cayn ahaan dooday la fahan doonay xaran wiil wala zakeynaya waxna waxa la ilaama xurriya bil qasi iyo qasadka ayay ku xaraan noqdeeno xulli dumar baha ahaatee laakiin haduu nin sameeyso oo siriisiyeeyo wasaaqiyeeyo shuuliyaan uu sameeyso oo laakiin uu nin sameeyo inuu xidho uu sameeyso taana ayana qasiga iyo ujeeddadaas ay ku xarantinimowdeeyo ayadana waa la zakeynaya waxa kale oo sii raaca inaanay dee looga jeedin xullidan ay dumarku samayseen kanzi labdeeda iyo hanti ku urursi inaanay uga jeedin waxay xidhasho ugu talagaleen waa inay tahay haddii ay markaa dee lacag ku urursi too markaa kiilo iyo nus kiilo la gaarsiiyo ayadana markaa
ولا زكينية هذا يحدك كبح هذا أو صرفي وكل يحدك كبح هذا أيضاً ولا زكينية وأيدين سكينية كيلو يجلس عن شكلين ويسترد أن لا يكون حليا مباحا ذهب كاسي حلي مفضاسي حلي مباحا وين أنا أهين ويجب في المعدن معدن تيوحا كوها تبايا من الذهب والفضة ذهب كيف فضة هاي ربع عشر أيا كوها تبايا إذا كان نصابا مركو نسابي هاي في الحال إصلاع وقت غابة والله قد بحين أيام وأما الركاز ركاز جاء الجاهلي ويسق جاهلي جاها ففيه الخمس الشن ميلضه ميلباهاتي في الحال إصلا وقت غابة بشرط أن يكون ذهبا أو فضة وإن يهم وأن يوجد فيه موات وإن لجهره أو في ملك أما ملك يميل يسقوا لي هايو أحياه النولي هل كان وعنا وقال يا شيخ زكذي معادنتا وعنا ويجي في المعدن معدن كوحا لي لهذا وحا لغلا صوبحي ماشى دولك هستي سه إلى هاي وكأبوري أي معدن لي لهضاء ماشى وكتير أي قد كان لبدي هذا معدن والله لهضاء وعن واسر إلا سكين أيو إلى إبادي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض كو ألي النبي رمي يوحى وحكى بحسان يعني وحيا لا كسبتين كويسة وناكسن يوحى أن دولك إذن كسو صار لي إلى هيني ومدنا واكوي جماعة صندهاي وعلماء المسلمين دو واكو كل مين إن يزكادوا معدنتا أي كواتش بيسو يعني وحيا لها معدنتا قيبه هذا أيوم بي مركا يسو خلاف سيهين لكن وحي لين شافعيد من الذهب والفضة وإن يذهب يو فضاء تاي معدنتو وح الليالي وحيا أن ذهب يفضاء هين هدي نحاستي هدي رصاصتي هدي بدرولتي هدي وح كرتاي شافعي ذو حبك ما واجبيان وح إليه وأمرك ذهب يفضى تاي خوايا إمام مالك ليه أنا تاوى يكون رعصان تاي أئمة ذا إنتو ذا كره جمهور جسده ذا إمام يكره وح يقبان مركا إنا النوعيات شيء ذا كره قديسين معدنته أما ذهب يفضى أما حديدات أما نحاسات أما بدرولهات إنا يزكذ وكوا واجبيسو أي قبان بركا ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع عشره ربع العشر أياك واجبية ربع العشر نواسين وشغلة وإن طبعا لو قيبيو مركي دين نساب كي قادو طبعا كير أفر روسي قيبيو إنتي مركا لعقهان توقب حيسون بأي مكان كب حيسام ويا عديد قال أي زينا إمام البخاري وريني هو في الرقة ربع العشر يعني فضة دي ربع العشر أياك لقب حين أيام لذا قارب قوانين خمس لقى بحنا يو سيدا مركا ركاز أو كره ولبا إذا كان نصابا ومركا ولبا نصاب نية هي قدر كيسة جويس كنا ويه هي إلا باتن مثقال ما لا باتن درهم حق الذهب كوجارو لما بقولوا درهمنا حق في ضضة وكجارو وعن الله بحنا يا في الحال إسل وقت جابوا والله بحنا يا oo macna isaga marka lala soo baxo sanadba isaga yaan u soo wareegine waa la bixinaya waa inuu dhahab iyo fiddo yahay waana inuu nisaabkii gaaraya isla markaas ala la bixinaya isaga sanadin u soo wareego isaga shardi ma aha wa amma rikaz rikaz bimaana markuz baa loo jeedaa wixii dhulka lagu aasay macdantu waa waxa ilaahay ku abuuray ee bini aadmi aanu isagu meesha gelineen u qodin ركازنا وحل إلى واحد من آدم يقول تين لك قدين هوستي سأجليين مركا وأما الركاز الجاهلي ركاز جاية مركوز جاية وحل عصية جاهلي جاء بمعنى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ساردي سكه الرئي جاهلي كاسية لوجي شيء ذا أما كوي إسلام قبل سو قارين لكن دعوة أنا يسو قارين جهالات كود أيام مركا إسكبضنا أيها وحى الله أصي حلقة إسلام كوري سيجا حلقة لو تيري وحنا الله وقران كرا دي على مذاها المركة اللي قلت بي يا مقعي ذي بقر هذو ذي وحيا لها صار الله وقرتاي أولي ما مدفون كهل أصي هدي ومركة ظاهر يهي أو مركة وحي سكب وغضو مركة دو شيء اللي يهي أن أيضا دي اللغطاء يبادي أيو مركة إسكن نقول يا يعدي لحيد أيوم با مركة لديدي وحا مركة لأسيا دولك لقلي إساكا ففيه الخمس خمس أيال لغا بحنية شان ميرض وميرين تبشان لغا قيبيو أيام ميرض بحنية ولقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس
ركازجي وحال لغب حين يا خمس يشن ميلاد وميل في الحال إسلام وقت جاب يا حالة دابو ولا بحنا يا يو إسقرين وسندو سوور يجو وحب الشرد معها ما حاس الله شرد يا بشرد أن يكون ذهبا أو فضة وإنه ذهب يا فضة وإنه يا وح ماشى لقى صوصار كاسوا شرد وحيالي كره هذه الله صوصار أي نزك ما لبي قمسي معدن توكرة وأن يكون ذهبا أو فضة وإنه يهي وأن يوجد في موات أما في الموات هذه اللي قال يوسف مالي مواتك أما في موات مال مواضة وإن لقيها لا أما الدارسة أما الدار الحلم مثل يدونتو هكو تعليم أو أما في ملك نحياه مال مواضة عدنا رهين وإن لقيها لا أما وإن لقيها لا ملك أحياه إساقو النولي مال بنانون عدو جه الرينين أو يسقو النولي أو وحكي قبته هذو كهلنا إن ده يسقى يا مرك قفقو يهلنا يا هدي لكن ماشان يسقى لوجه الرئي ده عدي وجه الرئيس ماشان حيس النولي سي يا مرك يهلنا إسام وتجيب وواجب إسام زكاة التجارة تجارتي تجارتي قرعزي زكاة وواجب إسام إذا بلغت نصابا مركي قادو آخر الحول سنة كآخر كيسة وهي أيضا ربع عشر القيمة وقيمها أوتو اللو قيبي ماشا تبنادو أفر روسي قيبي وي وعشاق الله هي وتجب زكاة التجارة زكاة قرعسي هو واجب إيسا وحنا وصل إلى واجب إسعاد قرآن قيل سوت المامين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كوالي لي النبي رميوحا بحسان أو وحكا بحسان وحيا كسبتين كوي سوان أكسن تجارتنا وحلا إلى حولها أولا رقرقو أولا إيبيو هدنا لا إيبيو لسوي بسدو أيضاو وشددو أي تحي إن ربح يفا إذا لقهلو أو قيمة هدكو سوي بسدو قيمة كبدان أتسيسو وسعو رقرقتو تجارة أمريكا واقع واجب سوان السير جمهور العلماء أي قبام معاصر الله شرديا إذا بلغت نصابا وأمريكا النساب قادو نصاب كيل عيت أمريكا أي قادو أو يمكا إنه لنا عشان يسدات جرام أو ذهب أمريكا أي قيمة صنقته قر ما هي لقيا آخر الحول سنة كآخر كيس أيام لقيا جيا وشافعية وحي قبان هدية آد وحي ير يربا كوبي لوضو ونصاب كي آدو غير وآد قرعسي سبايسين كوبي لما يحولك لكن وحل لقو ايقي ياون آخر كسنتك هدي بيشا وقود ما يسائي نصاب كي قادو كوبي يطوانك بلوضي هورانا اي كي يرايد زكادي والقو يالانيا حلوذا غربا إلي أول كان لقي ايقي قاري إلي لبدا طرف بوال لقي ايقي انا واجرين لكن شافعية وحي قبان آخر الحولي sanadku marka u dhamaaday aakhirkiisa ayun baa leegay nisaabkii inay gaadhay iyo inay gaarin hadii nisaabkii gaadhay zakadii waa lagu yeelanay oo rubuc shaqeeyay hadii kale lagu yeelanayo shuruudda ay tijarada ay kaga waajibtay zakaduna koow waxay leeyeen waa inay nisaab tahay aakhirka hawlka aakhirka wixii ka horeeyay ida shardi ma inay nisaab gaadho shardiga labaad waa inuu soo wareego sanad dhameystirani xilliga aad marka milkiiday وينو سنة دميسر نوسو وريقا وحاك لو شرد يابا إلا دنو شرد يابا سدحان نقون ايا وين اي عروض تحي عروض وحا لوغة جيدا وين انا اللعاق حين هدو قفو اللعاق حقنا عسان ايو دي اللعايت اللعاق نمي دي بكو زكين ايا سر ابلياش يوكال اللعاق نمي كو زكين ايا ايكو مي زكين ايا نيادا قنا عسي احان وانا وحيالها انا عين تودا دي زكادو كواجبتنا وإن أنا يضن أهين سلعوين كريا بضايع ذن أنا عين تود الزكاد كواجب وينتين هدو مثلا قفقو حولك حقنا عصنا يؤكله حوله مريا قالي يا أرقي يا لؤذي إلا إن عين تود أن يلفد ود الزكاد كواجب يسي وحي ليه إن هدي أي قيمه أي اسلنتو أي كدي من تحي ومثلا سغالي صدن نيفو أريا ونساب كلمي قارين قناع سيبان ووطا اما شن دي جيرا هيد باي كيرتا هوا افر اما صدن كي لو دا هاباي كيرتا هوا سغار يلاوا تروك كري مركا او قيمة ايها داي حق قيمة ها كي قادا شن يسديدن كي جرام واو سكين ايا وسكيدي تجارة ايو بحين ايا
haddayse markaa nisaabkii xoolahani u dhan yahay wixina wuxuu dee kulba iibinaya iibinayaan ahayna wuxuu sanad haynaya ay tahay ayada marka cayntooda ayuu zakaatul cayn buu bixinayaa oo tii aynu soo maraynay geela ka baxaysay ariga ka baxaysay looda ka baxaysay ayuu bixinayaa haddii uu masalan qofku isagoo lix bilood oo kale watay ganacsi kale hadduu adhi geliyo ama geel geliyo ama la u geliyo waxay yidhaahdeen lix bilood markay dhammaadaan ee nisaabkii ama xawlkii uu dhammaado ee ganacsigu markaa ganacsi ahaan buu ku sakaynayaa laakiin halkaasa haddana wuxuu ka bilaabayaa nisaabkii markaa xoolaha waxaan leeyahay xawlkii xoolahan ayuu halkaa uga bilaabayaa inta dambe hadduu sii hayo oo xoolaha ganacsiyaanta u sii hayo nisaabka markaa xoolahaas xawlkaa xoolaha ayaa soconaya haddiise wuxuu yahay wuxuu kulba iibinayo kulba iibinayo kulba iibinayo taa ganacsiga unbaa markaa iyada soconaya marka waxaa kaloo iyadana shardiyaa dee markanu waxaan milkiyey inuu markaa niyad tijaaro ay markaa ula socoto waana inuu markaa mucaawado iyo wax islaabsi ay iib iyo kira iyo wax ku soo galay waa inuu yahay marka waxaasi soo galo waa inuu markaa niyad tijaarana ay ula socotaa haddii kale oo niyad tijaara aanay ula soconin dee goorta uu tasarufe ee wixii bilaabu ku shaqeeyo ayuunbuu bilaabaya xawlkeedi waxaa kaloo yidhaahdaan sanadka dhexdiisana waa inaanu qinyo iyo kaydaysi aanu ula qasinin hadduu wixii doonaba inuu wax ku dhisto amaba uu iska cuno amaba iska biishado markaa dhex kale wacdiyo ganacsigii ka saaro markaan xawlkii waa go'aya waxaa kaloo yidhaahdaan inaan la lacagaynin oo aan wixii o dhan markaa la lacagayninna waa shardi bay dhahno haddii la wada lacagayo lacag loo wada celiyo taana xawlku uu go'ayaa bay yidhaahdaan inkastoo masale aynu horena uga hadlaytay dibna aynu uga hadli doono insha allahu tacaala wahiya haddaba zakada tijaaradan rubucu cishri lqiima qiimaha oo toban loo qaybiyey tobankaasoo markaa afar loo sii qaybiyey weeye marka ay noqoto wax sagagoysa iyo wax ka badan oo 58 giraam iyo wax ka badan ay noqoto aakhir alxawl ayaad qiimaynaysaa haddii ay markaa 58 giraam qiimaheedii leekaato ama ka badato waxaad u qaybinaysaa un tobankii in afar baad u sii qaybinaysaa haddaad afartan u qaybisana iyaduna waa lamid halkeedi haddaad 2 ku dhufatana waa halkeedii laakiin waxaa walaalayaal laga maarmaanahun inaynu ogaano masale runtii in badanna aan ka soo hadlaynay imika dhowr sannadood laakiin ilaa imikada runtii ganacsatadu weli aanay markaa ka dhaadhicin badiyooda qaar badanoy ka dhaadhacday waa jirtaay waxaa lagu qiimaynayaa waxa weeye waa sicirka lagu iibinaya ama sicirka suuqa sicirkii aad soo siisatay iyo taklifadiiyo wuxuu isku kaa taagay shaygani ma aha saddex mid ayuun baan u noqonayaa sicirka maanta uu suuqa ka marayee la siinayo inuu qiimihii lagaa soo siiyey yahay inuu ka sarreeyo iyo inuu ka hooseeyo saddexdaaba kii uu marayaan baad ku qiimaynaysaa shaygii $100 lagaa soo siiyey hadduu boqolkii uun marayo $100 ku qiimaynaysaa hadduu $200 marayo $200 baad ku qiimaynaysaa hadduu $20 tago $20 baad ku qiimaynaysaa kaasi ayaad ku sakaynaysaa laakiin wuxuu igu joogay ayuun baan ku sakaynayaa hadduu qofku yidhaahdo taa macnaheedu waxay ka dhigantahay inuu ra'sumaalkii uun sakaynayo laakiin ribixii aan u sakaynaynin waana sida markaa fuqahadu ay ku tahay leanno qiimo marka la yidhaahdo dee qiimo waa maxay qiima waa waxaa markaa la eegay ee hadda wuxuu marayo la eegay weye la qiimeeyey midda labaad laba qof hadday kala baxayaano waxa wada lahaa dee wuxuu maanta marayaabay kala qiimaysanayaane wuxuu markaa jayne ka marayay ama dubay ka marayay dee lagu kala bixi maayo zakadana taas ayuunbaa markaas lagu kala bixinayaa lagu bixinayaa waana sida markaa fuqahadu dhammaantood ay yidhaahdeen imaamu nawawi ayaa markaas wuxuu leeyahay idaa kaana idaa qawama alcadda fii aakhiri alxawli uma baacu biziyaadatin calaa qiimatihi hadduu markaa aakhir alxawlkii qiimeeyo oo dabeetana qiimihii ku qiimeeyey qiimo ka badan uu hadd marka dambe ku iibiyo wax liyaariya wax lagu leeyahay ma jirto hadduu hoos kaaga yar dhaca qiimihiaad ku qiimaysana cid waxba ku celin mayso haddii uu qiimihii ka batana cid kuu daba taagani ma jiro yowmalbayc maalinta yacni zakadu ay gashay waqtigeedu ayuunbaad qiimaynaysaa taa aad iyo laxaad ha loola socdo waata culimmadii muslimiintii hore dhammaantood ay wada qabeen waata majaamicda iyo fuqahada maantuna dhammaantood ay wada qabaan weeye
وهي ربع عشر القيمة، قيمة عشر كذا، عشر كربعي، وهي فصل في زكاة الفطر. زكاة الله يقان زكاة الفطر أي فصل يهي، زكاة الصوم، زكاة البدن، صدقة الفطر، زكاة الفطر. انت بوالا إلى هذا ما قاعد أصدنا يضع ياري وحنوى يا زكاة لبحيو بشر بذان مركع أيضا ما تو أيامها عيد، يعني ما أنت عيد كوا زكاة لبحيو بشر رمضان مركع أيضا ما تأي الله إلى هذا إلو قد تلقى لينا يصوم كاقي ركب النقطة دادك المسلمين تهبا هم أي طعم يرهشن النقطة. وحنا واسر حديث إمام البخاري ومسلم يورينا إيان ابن عمر يقولين فرض رسول الله زكاة الفطر ساعة من طبر وحفر لي رسولك إلهي زكاة الفطر ساعة تمرة أما ساعة شعيرة وحكفر لي على العبد والحر أدون كي يكي حرتها وذكر والأنثى كي اللبا يكي ندي والصغير والكبير كي وينا يكي يرى ومن المسلمين كم ذا وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة وحنوفر إن لبحي إنتان إددك صلاة وبحن. قال المالك رحمه الله تعالى وحلي وتجب زكاة الفطر ويواجبتها بغروب الشمس آخر يوم لعدة عد عيادة مارين توقض ما يسامي رمضان إذا كان حرا مركو يهي وفتجب عليه وعقوها جلس فطرة نفسه وفطرة من مد زكاة الفطرين وعقوها جبية عليه مونته وقرش كي سكر كي سويهي من زوجة حاسة ووالد والدة وولد إلماء وعبد أضونا إذا كانوا مسلمين ملك مسلميهن ووجدوا هلنا ما يؤدي أما ما يؤدى عنه وحل كجده ما يؤدي عنه وحك كجده ويحرم وح حرنا تأخيرها دبدي جدة عن يوم العيد اللي قد دبدي فإن أخرها دبدي أنا أثيم وادم بابيا وصارت قضاء أنا قضنا وين نقول وعشاء قلية هاي وتجب زكاة الفطر وواجبتها ما هي واجبتها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان لعدة عد عيد دعضا مالين توضا ما يسير رمضان إنه مركة رمضان عد عيد مالين تي رمضان وقد ما يسير عد عيد دعضا مركة دعضا أي واجب يسير نسخة غاركود وحي راعيليا وأول جزء من شوال إيو جزء أقوه الرئيء شوالة معناها وحي رمضان لبا أرهبات بالغة مارمانه قف جوينو رمضان وح كسو جارو شو الله وح كسو جارو مركا عد عيد دعضو قف جي حل جا قف شراء نول ويهي معنى هذا وح ويا در رمضان وسو جاري اللي حل جا عد عيد ويدا عيساني ولد عم بتشوقي أما تشلي عد عيد نواتنا عدو شو الله وح بوك سو جاري مركا زي كذي كوا شو بيساب ما كبا يا عد عيد دون دين هذا قف قدينته تم عن هذو حوي شو البان وحبك سو قارين وحبك بواجبين عد عيد وين تي دعديد هذو المدرشنا وحبك بواجبين رمضان تبى نسو قارين معنا سير مرك الله بذا يسوع صار يوعنك هذو المه دشا إن يركار عدد العتان كده وكو أجيب يسأل لأنه رمضان هو سو قار شو الله هو سو قار مرك عد عيد ودعدي هذو دينثنا والله قوي يا رجال شو الله وحبك سو قاري رمضان وحبك سو قاري لكن كأنت أدى بدأ الشيء أنت على هذا العادي أما أنت أنا دعي كار دنتي كوي كان وحب الله قوله هيني لبدي بسوي ذا قارين مرك وتجب زكاة الفطر وواجبها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان لعدة عد عدة ما رنت وقده ما يصير رمضان وأول جزء من شوال هي جزء وقهر هي شوالة أي مرك أكو أجبتها زكاة الفطر لكن كبحين إذا كان حرا مركو يا ميد حروي أدون جي سوى بكو أجي لكن والله كبحين يا وينو يا هي ميد حرا كبحين يا هدو حر يا مركا فتجب عليه وكو أجي زكاة الفطر فتجب عليه فطرة نفسه زكاة الفطر نفدي سايا كو أجي وفطرة من عليه مونته عدي قرش كيس صارنا ينفقين يي زكاة الفطر يسير والله ويا لنا يوم وعدوا نفقين يوم من زوجة حاسكي
حاسك أن أشيسدها هنا دي تمجيس يسقو أسرتي ولو رجعي بها هاتو قبر وهل دلقو أما اللي بدل غضوط فري أيضنا مركز أن عد سنين إن مدخولنا هو إنس أركيم با مركز رجعي ذا النوع عاصتهاي أيضنا وكب حين أيام هل كان يقول شو قدر يسكن قيمتي صورة والله أعلم.